يسعدنا أن نلتقي بالعقيد محمد الحجي مديرية إدارة الخدمات الفنية في الحرس الوطني. مساك الله بالخير سعادة العميد، يعطيك العافية. جهودكم منذ ساعة يعني الأولى للحريق تتواصل، مساندين رجال قوة الإطفاء ورجال وزارة الداخلية في سبيل توفير الأمن والكامل لسوق المباركية وأخماد الحريق. كيف كان المشهد بالنسبة لجهود رجال الحرس الوطني وإدارة الخدمات الفنية في إطفاء الحرس الوطني؟ الحمد لله، بناء على البروتوكول الموقع مع قوة الإطفاء العام تم إسناد قوة الإطفاء العام بعدد 2 مركز إطفاء. مشاركتها كانت استلمنا فيها 3 مواقع، 2 منهم مكافحة، بالإضافة إلى موقع إسناد قوة الإطفاء العام بالمياه. يعني كيف كان التعاون من قبل يعني إدارة يعني الخدمات الفنية في الحرس الوطني مع رجال قوة الإطفاء في جانب ورجال وزارة الداخلية في سبيل السيطرة على الحريق في سوق المباركية؟ مثل ما قلت، بناء على البروتوكول الموقع مع قوة الإطفاء العام كان في تدريبات مكثفة مشتركة مع قوة الإطفاء العام، وكان في تعايش معهم في مكافحة حرائق وفي أزمات. فالحمد لله ربعنا متعاونين ومتجانسين مع قوة الإطفاء العام في عملهم. نعم، في الوقت الحالي يعني ما العمل الذي تقومون به كقوة إطفاء تابعة للحرس الوطني؟ حاليا نقوم في مكافحة موقعين، موقع مكافحة كاملة من قبل الحرس الوطني ومكافحة مشتركة مع قوة الإطفاء العام، بالإضافة إلى تغذية قوة الإطفاء العام وإسنادهم في تغذيتهم بالمياه.